الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. صلي على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. على بركة الله تعالى نبدأ بحثنا تحت عنوان: لا إكراه في مناقشتنا للملحدين من أجل تصحيح الاعتقاد عندهم. هل تقصدون بلا إكراه في الدين أنكم لا تجبرون الناس على الدخول في دينكم الإسلامي، ولا تجبرون الملحد على الاعتقاد بدينكم؟ وإذا كنتم لا تجبرون الآخرين، فما الغاية من الحوار؟ لنعلم إن الدين الإسلامي هو دين محبة، دين تسامح. فقد كان أتباع الدين اليهودي وأتباع الدين المسيحي يعيشون في كنف الإسلام كمواطنين آمنين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، دون أن يجبرهم أحد على الاعتقاد بشيء عقائدي. وحوارنا معكم أنتم الملحدين هو من أجل إرسال رسالة سلام وطمأنينة، من أجل التعايش السلمي معكم كالملحدين ومع غيركم من الديانات، وهذا بحد ذاته يعتبر فضيلة إنسانية تهدف إلى خلق روح المواءمة بيننا وبينكم. فإذا كانت غايتكم هي بعث رسالة السلام فقط، فلماذا تحاوروننا في مسائل فكرية ومسائل أخلاقية؟ أخي، رسالتنا هي رسالة أخلاقية تربوية، غايتنا النصح والإرشاد لإنقاذ أكبر عدد من الناس وانتشالهم من حضيض الموبقات تفتك بالمجتمع كأفراد، وإذا أصابت الفرد تنتشر في المجتمع وتهلك الناس. نعم، فالفرد مهم في الإسلام، وصلاحه يعتبر صلاحا لكل الناس. فنحن ننطلق من حوار معكم ومع غيركم من قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإسلام يعتبر الفرد هو الأساس في المجتمع، وصلاحه صلاح المجتمع. والحوار فيه حياة وسلامة للفرد وللأهل، نساء وأبناء. فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فهذه الدعوة هي دعوة سلام ومعايشة سلمية. إذن نحن كملحدين من حقنا أن نحتفظ بآرائنا ونبشر بها في المجتمع أيضا حالنا كحالكم. بالتأكيد من حقكم، من حق أي إنسان أن يعتقد بما يشاء، بشرط أن لا يسيء للمجتمع من خلال نشر الموبقات كالزنا والمخدرات والمفاسد الأخلاقية، لأنه حينئذ يكون سببا دمار المجتمع وهلاكه. نعم، ولكن الإلحاد يبيح الزنا والزنا بالمحارم، ويبيح تعاطي المخدرات وسائر المنكرات، ويشيع الرذائل والانحلال، ويدعو للعنف وسفك الدماء والشيفونية، وكل هذه الأمور هي مضرة بالمجتمع وتحطيم أواصره وبناه الفاضل. وعليه يكون الإلحاد سببا لضياع الشباب الذين هم اللبنة الأساسية للمجتمع. فتخيلوا معي هذا الوطن إذا شاع فيه العنف والرذائل والمنكرات، وتخيلوا حال الشباب فيما لو صاروا ملحدين، بالتأكيد تنتهي المدنية. نعم، فالملحدون ينطلقون من المادة ولا يأبهون بالقيم عامة والقيم الروحية خاصة، فهم ينطلقون من النزوة والشهوات ويبطشون بكل من يعارض نزواتهم، لأنهم لا ضوابط أخلاقية عندهم، إلى درجة إنهم يسفكون حتى دماء بعضهم بعضا
من أجل الفكر المادي المتحلل، بينما نحن نربي شبابنا على السلمية والأخلاق وأن يحملوا هموم المجتمع ويكونوا على قدر عال من المسؤولية. إذن عليكم أن تتمسكوا بمنظومة أخلاقية تحفظ لكم شبابكم من الانحدارات المرعبة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل.